مع وصولنا إلى المرحلة الجديدة نكون وصلنا إلى مرحلة مفترق الطرق، فإما إلى النجاة وهذا ما نتمناه أو إلى مزيد من الخسائر لا سمح الله. الأمر أصبح بيدك أنت الآن ولك القرار. المجتمع وأسرتك وكل من تحب مرهون بمدى التزامك أو تهاونك. أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير والتفاؤل والأمل اللي يملأ قلوبنا بالبشائر والسعادة بأيام الفرج القريبة بإذن الله تعالى. حياكم الله في برنامجكم، معاكم ننقل لكم الأحداث والتطورات أولا بأول بكل واقعية وموضوعية وشفافية. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ومع أول فقرات حلقتنا لهذا اليوم، واللي راح تكون عن موضوع مهم للغاية وللأسف كثير من إخواننا المواطنين المقيمين يعني ما ماخذين التحذيرات الصحية في هذا الموضوع بالصورة المطلوبة، وهو موضوع فتح المحلات والبيع والشراء وأيضا يعني الصالونات بشكل غير قانوني. كانت النتيجة أنها كانت أحد الأسباب اللي أدت إلى زيادة انتشار الفيروس بالمجتمع. مجموعة من الأسئلة والمواضيع راح نتكلم فيها من خلال لقائنا مع ضيفنا اليوم عبر الهاتف المهندس عبد الله جابر، رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة، والحديث بكل شفافية. الآن نتابع معكم هذا التقرير ولنعود إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. قرارات مجلس الوزراء الأخيرة أبقت على بعض المحلات بالغلق، لكن هناك بعض المحلات تعمل في الخفاء. لمعرفة هذه الأسباب أو دواعي فتح هذه المحلات تابعونا في هذا التقرير. يتم رصد التجمعات أمام بعض المحلات اللي هي غير مسموحة مثل التليفونات وصالونات الحلاقة، فيتم أحياناً العمال أو الحرفيين يتجمعون أمام المحل لالتقاط الزبون المضطر، الزبون اللي يبي يصلح جهازه أو يبي يحلق ما عنده أحد يحلق له، فكنا نرصدهم مع دوريات الشرطة، وأما نفضل اجتماع أو نسوي لهم تعهدات بعدم التجمع أمام المحل. كل هذا عدم وعي من الناس أنهم قاعد يخاطرون بأرواحهم وأرواح اللي معاهم بالبيت. يعني أنت ما تدري هذا جايبه من وين، هل المادة اللي قاعد يجيبها لك نظيفة، الأغراض النظافة، ما تدري. المفروض أنه يفتحون المحلات لحاجة المواطن لها، حاجة المستهلك. احنا الحين قاعد نشوف في بعض المحلات قاعد تفتح بطريقه غير قانونيه غير شرعيه، وهذا الشيء قاعد يتكبد على المواطن وعلى المستهلك. يعني راعي المحل في حجه اني انا مغامر وفاتح بطريقه غير قانونيه قاعد ياخذ يعني دبل السعر اللي كان قاعد ياخذه قبل بالاول بالسابق. اكيد هذا شيء غلط، ما يصير هالشغله هذه تصير. اعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا معاكم راي الجهه القانونيه حيال المحلات العامله في الخفاء، كذلك اراء المواطنين والمقيمين. بدورنا نتمنى السلامة للجميع، فمن الله. مهندس عبد الله جابر، رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة، مساك الله بالخير. مسي عليك بالخير أخوي عامر وعلى جميع الأخوة والسادة المشاهدين الكرام، حياك الله. يعني انتشرت في الآونة الأخيرة مهندس عبد الله يعني مخالفة القوانين وفتح أيضا بعض المحلات بشكل غير قانوني، كلمنا عن هالظاهرة. نعم،
عملية فتح المحلات سواء كنا في المرحلة الحالية التي شارفت تقريبا على الانتهاء منها والدخول إن شاء الله إلى المرحلة الثانية وما قبلها، هي أتت بقرارات يعني من مجلس الوزراء الموقر، كلف فيها بلدية الكويت بوضع آلية يعني لفتح هذه المحلات ومزاولة الأنشطة التي يعني المسموح لها في المزاولة لكل مرحلة بذاتها، على أن يعني هذه القرارات طبعا يعني تأخذ دورتها المستندية في بلدية الكويت من اعتماد من السيد مدير عام البلدية مهندس أحمد المنفوحي، ثم تعمم على جميع الأجهزة الرقابية في المحافظات الست للرقابة على ما جاء في هذه القرارات ومدى التزام أصحاب المحلات، حيث يعني من خلال الرقابة على هذه المحلات سواء المسموح لها بالفتح في مزاولة الأنشطة أو التي لن تشملها القرارات، يعني تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية سواء من الضوابط الصحية للمحلات المسموح بالمزاولة أو اتخاذ الإجراءات أيضا القانونية بالقلق للمحلات التي لم تشملها هذه القرارات بالفتح. يونس عبد الله، يعني لا شك أن يعني هذه المخالفات يعني خلفت نوع من الضرر، كلمنا عن حجم هذا الضرر وتأثيره أيضا على إجراءات الدولة الصحية. لا شك أن حجم الضرر أخي عامر جسيم جدا يعني في حال مخالفة القرارات الصحية للحد من انتشار طبعا المرض، يعني كل القرارات تأخذ بعين الاعتبار سلامة وصحة الجمهور، يعني دائما السلطات يعني اللي تأخذ بعين الاعتبار هي سد حاجة المواطنين والمقيمين لضروريات المعيشية، لذلك يعني نرى في جميع المراحل يعني أنها يعني كانت جميع الأسواق المركزية ونقاط بيع المواد التموينية لم تغلق، إلا أن هناك يعني كثير من المحلات لم يسمح لها في مزاولة يعني خوفا من التجمعات على هذه المحل ثم لا سمح الله تكون سبب في انتقال المرض، لذلك يعني دور الجهاز الرقابي في بلدية الكويت كان دور هام وفعال في التدقيق والرقابة على مدى الالتزام لهذه المحلات سواء للضوابط الصحية وضبط أيضا المخالفين للقرارات بالفتح واتخاذ ما يلزم، تصل طبعا بتحرير محاضر المخالفات والقلق الإداري. طيب يعني شنو هي إجراءاتكم اللي تتبعونها يعني في ضبط مثل هالمخالفات والمحلات؟ نعم. يعني طبعا جميع الأجهزة الرقابية في المحافظات الست تعمل في رتم واحد، وهي طبعا بعمل جولات روتينية على جميع الأسواق والمحلات، طبعا في حال وجود مخالفات للقرارات طبعا التي صدرت في بلدية الكويت وهي امتثالا أيضا لقرارات مجلس الوزراء الموقر تأخذ طبعا المخالفات في حينها في تحرير محضر مخالفة كيفت طبعا هذه المخالفات بما يتوافق مع أنظمة ولوائح البلدية وصولا طبعا إلى قلق المحلات المخالفة بشكل فوري للمخالفين للنظام واللوائح. طيب مهندس عبد الله، يعني هناك يعني شيء اسمه أيضا الأسواق الموازية، شنو تعريف الأسواق الموازية ويعني شنو دوركم أيضا في البلدية بالإشراف والرقابة على الأسواق الموجودة حاليا الموازية؟ يعني على سبيل المثال الأسواق الموازية طبعا هي مثلا نقول احنا أسواق الخضار والسمك والأسواق أيضا اللي هي تعتبر أسواق موازية للأسواق المركزية في الجمعيات التعاونية. الحقيقة يعني أخوي عامر منذ إسناد الإشراف على هذه الأسواق يعني تقوم الأجهزة الرقابية في بلدية الكويت من خلال الفرق المختصة بالإشراف والرقابة على هذه الأسواق عن مدى الالتزام بجميع القرارات والإرشادات الصحية سواء كانت للمنشأة أو العاملين في هذه الأسواق والرواد، وهني يعني يا ريت إذا حط مثال يعني مثلا سمك في شرق أو المباركية، يعني الحقيقة الأخوة المفتشين طبعا اثبتوا في هذه الأسواق يقومون بالكشف على نظافة السوق وتعقيمه بشكل دوري أيضا من الداخل والخارج والتدقيق أيضا على العمالة قبل دخولها إلى السوق من قراءة للحرارة وارتداء الكمام والتزام بالزي الرسمي للعمل، أما رواد السوق الحقيقة سيتم طبعا التأكيد على وجود حد السوق وهو طبعا أحد الضروريات بحيث أن نحافظ على التباعد الاجتماعي أو التباعد الجسدي داخل السوق وأيضا قراءة الحرارة وارتداء الكمام. مهندس عبد الله، الحقيقة عندنا أسئلة كثيرة لكن احنا بنقي يعني أهم سؤال نشوفه يعني فيما يتعلق بالصالونات، يعني يقومون يعني أصحابها بمخالفة قرار الإغلاق ويروحون للمنازل. نعم. فيعني هذا شلون يكون تطبيق القانون عليهم؟
يعني الحقيقة شوف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي غرتها الحكومة هي مسؤولية وطنية وأخلاقية، خصوصا في الوقت الراهن أصبحت مسؤولية فردية تنعكس على الأسرة والمجتمع. السماح أخوي عامر بدخول هذه العمالة للمنزل يعني حقيقة تكلفتها جدا عالية، يعني قد يكون هذا نقل الفيروس. نعم صحيح، نقل الفيروس يكون سبب في نقل الفيروس بالنهاية، يعني تكون ضريبتها أو تكلفتها جدا كبيرة. البلدية الحقيقة لن تتهاون تماما مع هؤلاء الباعة المتجولين أو الصالونات من خلال فريق متخصص بإدارة النظافة العامة بضبط هذه العمالة الحقيقة المخالفة بجميع مناطق الكويت واتخاذ إجراءات قانونية. وهناك تعاون يعني حقيقة بيننا وبين وزارة الداخلية والقوى العاملة بإحالة هذه العمالة لاتخاذ بعد طبعا تحرير محاضر المخالفات بما يتوافق مع أنظمة روائح البلدية وإحالتها إلى الجهات المختصة واتخاذ ما يلزم يعني الحقيقة. واضح. كان ودنا نطول معك لكن يعني وقت البرنامج والمخرج يعني حمد العواض يقول لي الوقت يعني ما يساعد. كل الشكر لك يعني مهندس عبد الله جابر رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة، مشكور وعساك على القوة. استكمالا لموضوعنا في بداية الحلقة عن الظواهر السلبية اللي صاحبت أزمة وباء كورونا، للأسف طلعت عندنا ظاهرة جدا سيئة وسلبية على جميع المستويات، وأبدا لا تعبر عن سلوك ديني ولا أخلاق أبناء هذا البلد ولا حتى على يعني على المظهر الحضاري. هي ظاهرة رمي الكمامات والقفازات بالشوارع. خلونا نتابع معاكم هذا التقرير وراح نرجع ونعلق عليه، تابعونا. في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة رمي الكمامات والقلبسات في الشوارع، وهي ظاهرة غير صحية ومضرة للبيئة، ولكن بلدية الكويت قامت بوضع الخطط للتصدي لمثل هذه الظاهرة. خلونا نتعرف عليها. في حين قيامنا في جولات تفتيشية على مناطق محافظة العاصمة وخصوصا تنظيف الباركنات اللي في الجمعيات والساحات، تبين لنا ان في وايد كمامات وقلوزات يقطونها على الارض اللي هم منه رواد الجمعيات. بعد ما يتبضع من الجمعية ويخلص يطلع برا يروح عند السيارة يفصخ القلفز والكمام ويقطع بالقاع، طبعا مو الكل بعضهم. فهذه ظاهرة طبعا غير لائقة وغير حضارية وخطرة بنفس الوقت. الدور التوعوي اشتغلنا فترة على المناطق نوعي الناس اللي يقطون قلفزاتهم كماماتهم يرمون النفايات يبصقون على الأرض، نوعيهم ونبلغهم بالمخالفات اللي ممكن أنها تترتب على الأمور اللي قاعد يسوونها. وبعد ما انتهت حملتنا التوعوية بلشنا بتطبيق الجزاءات من قانون 9 على سنة 87 اللي هي مخالفة لكل من يبصق في الأرض أو يرمي النفايات أيا كانت أنواعها. المخالفة تبلش بخمس دانير وتوصل للمئتين دينار. مشكور، يعطيك العافية. المحافظة على البيئة ثقافة مكتسبة من ديننا الإسلامي وهي جزء لا يتجزأ من حب الكويت. خلونا ننشر هذه الثقافة لأكبر شريحة ممكنة عشان ديرتنا الحبيبة الكويت. عودة حياتنا الطبيعية بيدنا. الالتزام بالاشتراطات الصحية، تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. مفتاح نجاح المرحلة الأولى وجسر العبور للمراحل التالية. صحتنا وصحة من نحب مسؤوليتنا. قم بدورك، والمسؤولية على الجميع. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ومع رسالتنا الختامية لكم: لكل شيء بداية وأيضا نهاية. البداية
لما يعني أعلن كوفيد 19 الحرب على العالم بجنود خفية محاولا هزيمة إرادة الشعوب في حياتهم البسيطة، لكن وبقدرة الله عز وجل سوف تكون النهاية بانتصار البشرية بحول الله تعالى على هذا الوباء والوصول إلى رقم صفر بإذن الله تعالى. ما نقوله ليس بأحلام ولا معجزة ننتظر وصولها، إنما حقيقة، لأن الطريق إلى الانتصار لا يحتاج إلا إلى الوعي والالتزام بشروط الوقاية، وقبلها التوكل على الله. مع السلامة.